السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. معانا النهاردة مع شرح غرزة جديدة، هي غرزة من غرز الجاكار. يعني ايه؟ يعني احنا بنشتغلها بلونين، بيكون الخيط بيبقى مناسب، ما يبقاش عندي خيط تخين ولا خيط رفيع. هنبدأ مع بعض وتابعوني بس لنهاية الفيديو. الغرزة جميلة وهتعجبكم. علشان نبدأ الغرزة لازم نعرف هنبدأ على مضاعفات العدد كام. هنبدأ على مضاعفات العدد 4، بضاعف العدد 4 زي ما انا عايزة، وفي الاخر بزود 3 غرز. طيب في ايه تاني؟ في عندي غرزة في الاول وفي الاخر، دول غرز الحافة. عندي غرزة الحافة في الاول هتكون دايما بننقلها، لكن غرزة الحافة اللي في الاخر هنشتغلها غرزة مقلوبة. ناخد بالنا كويس قوي من الخطوات دي. افكركم كمان ان انا ما قلتش لسه عدد السطور. عدد السطور بيبقى في العينة الاولى كام سطر؟ بيبقوا 9 سطور، لكن لما باجي اكرر العينة بعد كده بكررها من السطر الثاني للسطر التاسع. هنبدأ مع بعض في السطر الاول وهنشتغل باللون الاول، والغرزة الحافة هننقلها من غير ما نشتغلها. بعد كده السطر الاول كله هشتغله كله بالغرزة المقلوبة، يبقى غرز العينة كلها في السطر الاول هتكون بالغرزة المقلوبة. الغرزة الحافة اللي في نهاية السطر هشتغلها برضو بالغرزة المقلوبة. انا بحب انوع معاكم شوية في غرزة الحافة علشان اللي حابب يشتغل باي طريقة براحته. طيب مرة تانية اقول لكم ان احنا بنبدأ على مضاعفات العدد 4 زائد 3. عدد السطور في العينة الأولى 9، لكن التكرار بعد كده بنكرر من السطر الثاني للسطر التاسع. هنبدأ نشتغل السطر الثاني، هو سطر أمامي وهدخل اللون الثاني، هشتغل بيه سطرين، السطر الثاني والسطر الثالث. احنا بنربطه في الخلف بالشكل ده في الخيط الأول، وهنبدأ وهنشوف تقسيمة السطر الثاني. الغرزة الأولى غرزة حافة بننقلها من غير ما نشتغلها، حابين تشتغلوها غرزة عادي من اللفة الخلفية براحتكم. طيب من أول هنا هنبدأ في غرز العينة، وهنشتغل 3 غرز بالغرزة العدل. اشتغلنا 3 غرز باللون الاول، هاجي عند الغرزة الرابعة مش هشتغلها، هنقلها والخيط بيكون خلف الشغل، هنقلها على الابرة اليمين. يبقى احنا كده خلصنا الاربع غرز، اشتغلنا 3 غرز باللون التاني، والغرزة الرابعة نقلناها من غير ما نشتغلها. هنكرر الاربع غرز لغاية ما يتبقى عندي 3 غرز على الابرة الشمال. خلاص كده انا خلصت الاربع غرز اللي انا بكررهم، بنكررهم لغاية ما يتبقى عندي كام غرز على الابرة الشمال؟ 3 غرز. طب الـ3 غرز دول انا هشتغلهم ازاي؟ هشتغلهم كلهم بالغرزة العدل. بعد كده هنختم السطر بغرزة حافة. السطر الثالث هنبدأ ونشوف تقسيمته. أول حاجة هتبقى غرزة حافة، احنا برضو بنشتغل لسه باللون التاني. طيب من أول هنا هنكرر في 4 غرز، هيبقى 3 غرز بالغرزة المقلوب، الغرزة الرابعة هنقلها والخيط بيكون فين؟ قدام الشغل، يبقى الغرزة الرابعة بننقلها من غير ما نشتغل. خلاص كده الاربع غرز كده خلصوا، هما دول اللي انا بكررهم لغاية ما يتبقى عندي 3 غرز. خلاص كده احنا خلصنا تكرار الاربع غرز.
اتبقى عندي على الابره الشمال كام غرزه؟ 3 غرز، هشتغلهم كلهم بالغرزه المقلوب وهنختم السطر بغرزه حفره. السطر الرابع هنشتغل باللون الاول، هشتغل السطر الرابع والسطر الخامس، هنكرر في السطر ده غرزتين بس. هنبدأ ونشوف هنشتغلهم ازاي. هننقل الغرزة الاولى، دي غرزة حافة. طيب بعد كده هاجي وهشتغل الغرزة الاولى من غرز العينة، هشتغلها غرزة مقلوب، والغرزة التانية هشتغلها غرزة عدل. يبقى انا هكرر 2 بس، الغرزة الاولى غرزة مقلوب والغرزة التانية هتبقى غرزة عدل. بس كده هما الاتنين دول اللي انا بكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس. مع بعض نتابع في التكرار. خلاص كده احنا كررنا الغرزتين، اتبقى عندي غرزة واحدة بس من غرز العينة، هشتغلها ايه؟ هشتغلها غرزة مقلوب، وهنختم السطر بعد كده بغرزة حفرة. السطر الخامس هشتغله باللون الاول وهشتغله كله بالغرزة المقلوب. السطر السادس هنيجي للون التاني وهشتغل بيه السطر السادس والسابع. طيب ناخد بالنا بقى كويس ان احنا شايفين بس الخيوط علشان نكون خيوط مرتبة مع بعض وما يبقاش فيه اي فراغات. شايفين اللون ده هو ده اللي انا هشتغل بيه، ونرتب الخيوط كويس واحنا بنيجي نشتغل. بصوا انا هحط الخيط ازاي. ناخد بالنا كويس قوي، بحطه فوق الخيط اللي انا مش هشتغل بيه، ونبدأ بعد كده الغرزة الاولى هنقلها، وهنبدأ في غرز العينة. طيب احنا في اول السطر هيكون عندي غرزتين انا مش هكررهم تاني، هاجي هشتغل الغرزة الاولى هشتغلها غرزة عدل، والغرزة التانية الخيط بيكون خلف الشغل هنقلها من غير ما اشتغلها. الغرزتين دول انا مش بكررهم تاني، انا بشتغلهم مرة واحدة بس. من بعديهم بكرر في 4 غرز لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة، هاجي اشتغل 3 غرز عدل، والغرزة الرابعة هنقلها والخيط بيكون خلف الشغل. خلاص كده ال4 غرز كده خلصوا، هم دول اللي انا بكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس. خلاص كده انا خلصت ال4 غرز، بنكررهم لغاية ما يتبقى عندي كام غرزة على الابرة الشمال؟ غرزة واحدة بس، هشتغلها غرزة عدل، وهنختم السطر بغرزة حفرة. طيب مع بعض هنبدأ في السطر السابع. هنيجي الغرزة الاولى غرزة حفرة، من اول هنا غرز العينة، وهنشتغل اول غرزة غرزة مقلوب. الخيط زي ما هو قدام الشغل هنقل الغرزة دي من غير ما اشتغلها، يبقى كده خلاص الغرزتين دول انا بشتغلهم مرة واحدة ومش هكررهم. التكرار بيجي من بعديهم، بيجي من اول هنا بكرر 4 غرز، 3 غرز بالغرزة المقلوب، الغرزة الرابعة هنقلها والخيط بيكون قدام الشغل. كده خلاص
الاربع غرز كده خلصوا، هم دول اللي انا بكررهم لغايه ما يتبقى عندي غرزه واحده بس. خلاص كده احنا كررنا الاربع غرز، اتبقى عندي غرزة واحدة بس هشتغلها غرزة مقلوب، وهنخدم السطر بغرزة حفة. هنبدأ دلوقتي في السطر الثامن وهشتغل باللون الاول. طيب تقسيمة السطر الثامن هنكرر غرزتين، هنبدأ دي غرزة حافة خارجة عن نموذج العينة من أول هنا، هشتغل الغرزة الأولى هشتغلها غرزة مقلوب، والتانية هشتغلها غرزة عدد. يبقى الغرزة الأولى غرزة مقلوب، والتانية هتبقى غرزة عدل، وكده خلاص الاتنين دول هما دول اللي أنا بكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس. يبقى بنكرر كام غرزة؟ بنكرر اتنين، واحدة مقلوب وواحدة عدل. خلاص كده احنا خلصنا الغرزتين اللي احنا بنكررهم، وصلنا لاخر غرزة من غرز العينة وهشتغلها ايه؟ هشتغلها غرزة مقلوب، وهنخدم السطر بغرزة حفة. السطر التاسع والاخير هشتغله كله بالغرزة المقلوب. وكده اكون خلصت معاكم الفيديو النهارده. شايفين العينه اللي انا اشتغلتها معاكم؟ اشتغلنا 9 سطور، بنكرر من السطر الثاني للسطر التاسع. خليني وقبل ما اقفل اوريكم برضو العينه بعد ما كررت النموذج اكتر من مره. شايفين هو ده العينه اللي انا اشتغلتها وكررت من السطر الثاني للسطر التاسع اكتر من مره. انا هنا عاملاها بالوان مختلفه علشان تشوفوا الغرزه باكتر من لون. شايفين قد ايه الشكل جميل جدا؟ الغرزة حلوة تنفع معاكم لأي عمل، تنفع للأطفال للكبار للبنات للسيدات. شايفين كمان خلف الشغل مفيش فيه أي لخبطة في الخيوط ولا خيوط كتير كده وبالعبكة، لا الخيوط مترتبة ومتداخلة مع بعض، ودي أحسن حاجة في الغرزة. تقدروا تنفذوا الغرزة بكل سهولة، ياريت بس تكونوا تابعتوني من أول الفيديو لآخر الفيديو عشان تقدروا تنفذوا الغرزة بكل خطواتها. الغرزة سهلة بس تاخدوا بالكم كويس إن الخيط لازم يكون نفس الحجم، الخيطين اللي احنا هنستخدمهم لازم يكونوا نفس الحجم. وبكده يكون الفيديو خلص، أتمنى إن يكون الشرح واضح والفيديو نال إعجابكم، وياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. أنا بشكر كل من شاهد الفيديو حتى النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.